ليتنا أخذنا من العرب أخلاقهم أو أحاسيسهم أو جنونهم أو حبهم العفوي، ضحكاتهم البسيطة، ابتساماتهم المشرقة. ليتنا نؤمن بالصدفة كما هم، ونصدق القول كما هم، ونرحم قلوب البشر، ونعتزل الجبن. عندما يحبك رجل غربي يأتي ليطرق بابك كالطفل مساء، فتفتحين له لتجديه يبحث عن الكلمات بعفوية قائلا: اكتشفت أني أحبك بالصدفة، اكتشفت أني أحبك بالصدفة. ويسألك عن ماهية مشاعرك بكل صدق وإحساس، فتسيران على درب واحد إن كان الشعور متبادلا، ويدوم أحيانا مدى الحياة لأنه مليء بالتجديد والمغامرة. ليس كحبنا، نحن يبدأ بركانا ساطعا ليتحول فجأة لشعلة باردة تضيء حول نفسها، لأن أساسه كان تلاقي أجساد عارية فقط. إن الرجل الغربي يكون صديقا وفيا، ولا يضع لك المخططات للإطاحة بك، ولا يفكر بك جنسيا إن نظرت له على أنه أخ. وتجدين حبيبته أو زوجته تحترمك كرفيقة وتشيد بجمالك إن كنت أجمل منها، فهم أناس سليم السريرة يبحثون عنك إن غبت، ويحزنون لحزنك، ويفرحون لفرحك، ويكرهون الغرب، ويكرهون الخيانة. فالغرب لا يغفرون الغدر. أما قصصنا نحن تبدأ بنصب الفخاخ تحت عنوان خصن طيح أو خصن طيحة، تبدأ برسم استراتيجية معقدة وخطط هزيلة، وكأننا في غابة نصطاد الفرائس. أصبحت المرأة عند العرب صدرا ومؤخرة وجنسا. فيلما قصيرا سينتهي في 3 دقائق ليبحث لهم في الغد عن بطلة أخرى تجيد فن العهر. أما الحب فيسمونه الوهم أو اللعنة، فتجد الرجل العربي يخاف الحب حتى وإن كنت تستحقينه، حتى وإن وجد فيك كل ملاذ وكل أحلامه وكل متمنياته، فلن يطرق الباب ليعترف، بل يفضل الهروب. سيعتمد النسيان لأنه يكره القيود ولا يؤمن بالمغامرة. تجده يخطفك لدوامة من الحيرة واليأس، ويغرقك في أعظم بركان ليقتل أجمل ما فيك وأجمل المشاعر. وتمسحين الدمع في البدايات، وترتشفين ماء المزهرية عطشانة من التعب ومن اليأس ومن الغضب ومن القهر. نحن النساء قوارير سهلة الكسر والتألم، فرفقا بنا أيها العرب. نص للفنانة والكاتبة المغربية كلثوم بدر لقناة المشاهد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.